اتساع رقعة المواجهة بين العشائر العربية وقسد في دير الزور، ومجموعات عشائرية تهاجم قسد وقوات الأسد بريف منبج. استمرار العصيان المدني في السويداء، ومظاهرات في المدينة وشمال سوريا تطالب بإسقاط الأسد. أكثر من 70 منظمة إنسانية تدين ربط الأمم المتحدة إيصال المساعدات لشمال سوريا بموافقة الأسد. أهلا بكم في نشرة الأخبار. توسعت دائرة المواجهات بين أبناء العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية لتصل لشمال غربي سوريا، وتحديدا لمدينة منبج بريف حلب التي تسيطر عليها قسد. أبناء العشائر أعلنوا وقوفهم إلى جانب أهالي ريف دير الزور بعد سقوط ضحايا مدنيين من أهالي المنطقة. تجمع أبناء العشائر من تتصاعد الأحداث في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتتحول المواجهة مع أبناء العشائر العربية بعيدا عن شرق الفرات. منبج المدينة الكبرى بريف حلب تشهد حربا حقيقية. في مشهد غاب لسنوات، بدأت عند فجر اليوم مجموعات من أبناء العشائر العربية في الشمال السوري بمهاجمة نقاط تماس مع قسد وقوات الأسد في قرية المحسنلي شمال غرب منبج. قالت مصادر خاصة لحلب اليوم إن القرية باتت تحت سيطرة أبناء العشائر. في المقابل، نفى المجلس العسكري التابع لقسد في منبج خسارته لأي قرية. قوات الأسد مدعومة بسلاح الجو الروسي قصفت مناطق الاشتباكات بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من بعضها، ما أدى لمقتل 4 أطفال ومقاتل من العشائر وإصابة 13 آخرين معظمهم من المدنيين. إلى شرق سوريا، حيث تستمر المعارك بين أبناء العشائر ووحدة حماية الشعب. الوحدات منيت بخسائر في بلدات الطيانة وذيبان والسوسة والشحيل، في حين أعلن أهالي المنطقة السيطرة الكاملة على مقرات قسد ونقاط عسكرية تابعة لها. مصادر محلية تحدثت عن مقتل قياديين كبيرين بقسد في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، أحدهما بيلاند كوباني الملقب كماشة والمنتمي لحزب العمال الكردستاني والمسؤول عن نقاط قسد العسكرية على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات وتأمين صهاريج النفط المرسلة من مناطق قسد إلى سلطة الأسد. وتشهد مناطق شرق سوريا منذ 6 أيام مواجهة مسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية وأهالي ريف دير الزور الشرقي بعد هجوم قسد على قرى وبلدات في المنطقة، لتتوسع خطوط الاشتباكات بدخول العشائر العربية شمال سوريا المعركة ضد قسد. ومعنا العميد عبد الله الأسعد، المحلل العسكري من إسطنبول. حياك الله العميد عبد الله، برأيك ما مدى نجاعة تحرك العشائر في إعادة رسم خارطة المنطقة؟ حياك لك والسادة المشاهدين. يعني في الواقع الآن العشائر العربية هي على مختلف طرق مع تنظيم قسد الانفصالي الإرهابي. في الواقع يعني بدأ الآن يتضح الفكر الأيديولوجي الصهيوني لقسد، أنها هي طبعا تريد الانفصال عن كل المكونات العربية، وكانت يعني عندما كانت تضم إليها بعض المكونات العربية ليست هي إلا عبارة عن واجهة لكي تقوم بتشكيل كيان انفصالي عن المنطقة. وما جرى منذ يومين هو عبارة عن شيء كان مسبق الإعداد له من أجل أن تنأى بنفسها عن كل شيء وتنفذ مخططها. هذا الكوريدور أو هذا الكيان أو الكانتون الانفصالي الذي يتبع قولا واحدا إلى بيكيكي. هذا المكون قسد الذي رفض منذ أيام مقاتلة إيران، عندما طلبت منه أمريكا مقاتلة إيران رفض مقاتلة إيران، لأن هذا المكون ولد من رحم نظام الأسد، من رحم كما يعني ولد أو ولد نظام بيكيكي من نعم يعني رحم حفظ الأسد. العميد قسد أيضا شكلها نعم العميد عبد الله، يعني قلت بأن ما حدث هو مخطط له من قبل قسد، إذن لماذا النتائج تأتي يعني عكس ما كانت تتوقعه قسد؟
تقصد يعني من حيث يعني ميزان القوى وتقدم الشارع العربية في كل المناطق تماماً. على قصد هذا تماماً. هو مغزى سؤالك؟ نعم تماما تفضل. يعني قصد هي عبارة عن تنظيم هش، قصد تنظيم هش، وعندما يعني دخلت في الميدان وكانت هناك معارك بينها وبين الجيش الوطني، طبعا ثبت بأنها هي عبارة عن تنظيم غير متماسك، تنظيم يعتمد على تجنيد الصغار وقصرا تطويع الشباب، ووجدنا كثير من الأهالي يعتصمون أمام مراكز بيكيكي من أجل إعادة أولادهم. نعم يعني قصد ليست لوحدها، هناك حليفة لها أمريكا، أمريكا دعت لضبط النفس، وروسيا أيضا استهدفت مواقع تقدم العشائر بريف حلب. كيف تقرأ تطورات المجريات، ويعني أين تقف أمريكا وروسيا؟ أنا أقرأ بأن روسيا طبعا هي مندفعة أكثر من، على فكرة، أكثر من أمريكا. يعني صحيح أن أمريكا قدمت لقصد طائرات وغيرت مطارات زراعية من أجل أن تستوعب طائرات شحن، وقدمت لها سلاح بما يعني يستطيع تكوين دولة، لكن الروس الآن، الروس هم أكثر حقدا من نظام الأسد ومن الإيرانيين على المكون العربي السني، يعني نقولها يعني ونخجل من هذا الكلام، لكن هذا حق، هو حاقد هذا النظام الروسي الذي يديره بوتين ولافروف القذر. هم طبعا حاقدين على المكون العربي السني، لذلك استهدفوا الفصائل. وستجد روسيا طبعا تقف صفا الى صف الى جانب قسد، لان قسد قاتلت سابقا في غرف عمليات مشتركه مع اسد ومع ايران ومع روسيا في كثير من المعارك. ربما الآن أمريكا لها مصلحة في أن تستبعد قسد، لأن قسد رفضت أن تقاتل أذرع إيران، ورفضت أن تكون يعني حليف وناكر للجميل لما قامت به أمريكا. نعم أيضا تركيا تتأثر بما يحدث، يعني أين ترى الموقف التركي، ولماذا لا يوجد أي تصريح تركي حيال ما يحدث الآن في المنطقة؟ أنا يعني دون أن أسمع أي تصريح رسمي، لكن موضوع قسد وتركيا طبعا قولا واحدا بأن تركيا هي مع العشائر العربية، مع المكون العربي، لأنها وجدت من قسد هي ذراع، أساسا ذراع لبيكيكي قنديل، هي الذراع السوري لقنديل، وهي طبعا من المصنف إرهابيا على اللوائح التركية. وقسد طبعا يعني هذا المكون الإرهابي طبعا تقاومه تركيا بكل ما أوتيت من قوة، لذلك فهي طبعا هي الأخ أشكرك. يعني العزيز قسد وبيكيكي لهم إيديولوجية واحدة، وتجد المكون العربي سواء جيش وطني أو العشائر، وتركيا طبعا أيضا الحليفة لجيش وطني ترى نفس الإيديولوجية التي ترفض إلا أن تكون سوريا دولة موحدة ذات سيادة بعيدة عن انفصال وعن المكونات. أشكرك العميد الركن عبد الله الأسعد المحلل العسكري، كنت معي من إسطنبول. وفي ذات السياق نظم أهالي مدينة سلوك بريف الرقة الشمالي مظاهرة تضامنا مع أهالي دير زور ضد ممارسات قسد، مطالبين العشائر العربية بسحب أبنائها من صفوف قسد. جئنا اليوم لنقف في بلدة سلوك الحبيبة تضامنا مع أهلنا في دير الزور والحرب الطائفية القنديلية التي تشن عليهم لإبادة العرب السنة في دير الزور والتغيير الديمقراطي الذي يحصل هناك. نتوجه إلى أهلنا العرب بأن يكفوا صبيانهم عن المشاركة في قتال العرب الذين هم منطوين تحت جناح قسد، أن ينسحبوا ويجلسوا في بيوتهم حتى نرى لمن الغلبة، لأهل الأرض أم للعدو الغاشم الذي جاء من أقصى الأرض ليحتل أرضنا وليغير معتقداتنا وديننا. هذه وقفة تضامنية مع أهالينا بدير الزور، نطالب بها جميع الفصائل فتح جبهات المؤازرة أهالينا بدير الزور والتخفيف عنهم والضغط على عصابات البيكيكي. هذه العصابات الماء لها لا دين ولا ذمة ولا انتماء ولا شرف، هذه العصابات الغادرة تفتك الآن بأهالينا بدير الزور، والمطلوب من جميع السوريين عرب وأكراد
الوقوف ضد هذه العصابة التي لا تنتمي حتى للأكراد. هذه العصابة لم يسلم من شرورها حتى الأكراد. أن نقول لهم أصمدوا، أنتم أبطال الأرض، أنتم أبطال الشرقية، لولاكم لما دامت الشرقية ولا دامت سوريا أبدا. فنقول لكم سدد الله خطاكم واعتمدوا على نفسكم. بس استنكارات ما تنفعهم بشيء، استنكارات هذا يستنكر وهذا يستنكر ما تنفعهم. هاي احنا نريد حدا يقف وقفة رجل واحد معاهم، نريد يد واحدة، نريد قوة، نريد مشي عليهم فزعة حقيقية. ونقول للبغى المحافظات الذي لم تساندهم اسحبوا أولادكم، هذه أكبر فزعة. ما أريد منكم لا أهل الرقة ولا حسكة ولا أهل منبج، اسحبوا أولادكم من البكا كي يكفي، هذه أكبر فزعة لكم. يواصل سكان محافظة سويداء تنفيذ العصيان المدني والخروج بمظاهرات كبيرة لليوم 13 على التوالي، مطالبين بإسقاط بشار بالتزامن مع إغلاق معظم دوائر ومؤسسات غير خدمية. وقال مراسل حلب اليوم إن المئات شاركوا بمظاهرة حاشدة في ساحة السير وسط مدينة سويداء، رددوا خلالها هتافات تؤكد على وحدة الشعب السوري وتطالب برحيل بشار ونظامه وتطبيق القرار الأممي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سوريا، مشيرا لخروج وقفات احتجاجية مماثلة في عموم مدن وقرى المحافظة. خرج أهالي مدينة أتارب بريف حلب الغربي بمظاهرة حاشدة دعما للمحافظات الثائرة في جنوب سوريا ضد سلطة الأسد وللتعبير عن مناصرتهم للعشائر والقبائل العربية ضد قسد. من ساحة مدينة الأتارب بريف حلب الغربي خلفي تماما مظاهرة حاشدة لأهالي المدينة، مؤكدين فيها على ضرورة إسقاط نظام سلطة الأسد. نلتقي الأستاذ نزار حمادي أمين سر قيادة الثورة السورية للحديث عن هذه المظاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. العافية. حياكم الله. كيف خبرنا ليش أنتم موجودين هون؟ إحنا اليوم موجودين في مدينة الأتارب لنأكد على استمرارية ثورتنا ولنوقف مع أهلنا في مدينة السويداء ودرعا وفي دير الزور، وأنه نحن مع كل المدن السائرة في سوريا الحبيبي، ولنثبت للعالم أجمع ولهذا النظام المجرم الذي استجلب المحتل من خارج الحدود، لنثبت أنه نحن شعب سوري واحد، والثورة لكل الشعب. لسنا ثورة طائفية ولسنا ثورة عرقية، الثورة لكل السوريين. نحن ندعم الحراك الثوري في مدينة درعا والسويدة وندعم أهلنا في دير الزور ونقف معهم بكل ما أوتينا من قوة. اليوم نحن موجودين مدينة الأتارب تحت نقاط المظاهر اللي نظمها تنظيمات الثورة السورية والحركات الشعبية والثورية في الشمال السوري المحرر. 22 نقطة تظاهر بالإضافة لحوالي 20 نقطة تظاهر في درعا والسويدة، لنقول كلمتنا وأهدافنا اللي طلعنا فيها من 2011. الشعب يريد إسقاط النظام، أضفنا عليها هدف جديد ألا وهو بناء دولة العدل والقانون. إذن أكد المتظاهرون هنا على دعمهم للحراك الشعبي في كل من السويدة ودرعا، وناصروا العشائر في حربها ضد قوات سوريا الديمقراطية. من هنا من مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، سعيد السعيد، حلب اليوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بهدف التنوع الفني والحضاري لشعوب الوطن العربي، تجمع لون الورد يقيم معرض فنون مبحرة في مدينة اسطنبول. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف. أدانت منظمات مدنية سورية موقف الأمم المتحدة الحالي المرهون بتوصيل المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا عبر انتظار موافقة سلطة الأسد، وهو ما يضيع العمل الإنساني ويضعه تحت مجهر تهديد مستمر بإيقافه. وجاء في بيان مشترك لـ73 منظمة
و13 شبكة سورية أن الاتفاق الأحدث بين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث وبين سلطة الأسد بشأن المساعدات الأممية عبر الحدود سيؤدي إلى آثار كارثية على العمليات الإنسانية شمال غربي سوريا، كونه ينقل موافقة عبور المساعدات الأممية عبر الحدود من صلاحيات مجلس الأمن إلى الاعتماد على موافقة سلطة الأسد وحصر العمليات الإنسانية عبر الحدود بمعابر ولفترات زمنية محددة دون أي ضمانات لاستمرار هذه الموافقة. ومعنا السيد ساري عقاد مدير الشراكات والمناصرة في جمعية عطاء من غازي عنتاب، حياك الله. يعني أبدأ معك من حيث انتهى الخبر، على أي أساس تم الاتفاق مع سلطة الأسد بشأن دخول المساعدات لشمال سوريا وهي لا تسيطر على هذه المنطقة بالأصل؟ حياك الله أستاذ عبادة وتحية لك وللسادة المشاهدين. الأساس الذي تم بناء الاتفاق عليه هو الفراغ الحاصل في مجلس الأمن، عدم نجاح مجلس الأمن إذا وصول إلى قرار عبر الحدود، إصرار مجلس الأمن على أهمية وجود قرار عبر الحدود لعبور المساعدات، وهذا الأمر طبعا ناقشنا مرارا وتكرارا بأننا لا نحتاج إلى قرار مجلس الأمن لعبور المساعدات عبر الحدود، فالذي دفع النظام ويعني التواصل معه لإنتاج هذه الرسالة وهذه السماحية من باب الهواء هو عدم وجود اتفاق ضمن أعضاء مجلس الأمن والرغبة في تسييس الملف والعودة مرة أخرى لأيام الحصار الذي يعني ما زلنا نذكره في الوعر وفي حمص وفي الغوطة الشرقية. نعم، وبالتالي سيد سارية كيف سينعكس هذا الاتفاق على الوضع الإنساني شمال غربي سوريا؟ لا شك له تأثير كارثي كبير جدا. التأثير الأول كان بعدم وجود السماحية لدخول القوافل أو بوجود يعني نوع من النقاش بين الأمم المتحدة مكتب الأوشا في عنتاب وحكومة الإنقاذ الموجودة في الشمال بسبب تهميش دور التنسيق الموجود على أرض الواقع. التنسيق يقوم بغايات إنسانية، نحن لا نقوم بأي يعني خرق لمبادئ العمل الإنساني. نحن أيضا يعني سيتم تأثير أيضا على البرامج، لا يمكن أن تخطيط لبرامج طويلة الأمد. نحن الآن نتكلم عن بداية شهر 9، الآن أمامنا فقط 4 أشهر لانتهاء هذا القرار، لا نعلم ماذا سيحدث فيما بعد. أيضا هناك تأثير كبير جدا على نقص المساعدات ونقص الإمدادات. هناك تطمينات بأنه لن يتم مشاركة معلومات المستفيدين، لن يتم اختيار الشركاء الإنسانيين أو مشاركة أي معلومات مع النظام، هذا ما تم الإقرار به بعدة لقاءات مع الجانب الإنساني مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا والأجسام التابعة لها، ولكن التأثير بعيد المدى هناك موجود. لا يوجد لدينا قدرة، نحن في عطاء على سبيل المثال نخطط الآن حتى نهاية شهر 12 وبعد شهر 12 لا نعلم كيف ستتم الأمور. أيضا هناك تأثير كبير على الناحية المعيشية، هناك نقص في إمدادات الغذاء، هناك نقص الآن نحن عتاب يعني بداية الموسم الدراسي لا نعلم من هي المدارس التي ستمول. هناك تخصيص، هناك مشاريع سيتم إطلاقها في هذا الشهر من قبل صندوق عبر الحدود لتمويل الإنساني عبر الحدود، ولكن لن يكون بإمكان الشركاء كما ذكرت لك التخطيط على أبعد مستوى. ربما سنواجه أو سنشعر أكثر في هذا الخلل مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم فيما لو لم يتم النجاح لإرجاع الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن أو التصرف بجرأة والتصرف بدافع إنساني أكثر بتبني العمل بدون قرار عبر الحدود. أشكرك جزيل الشكر السيد ساري عقاد مدير الشراكات والمناصرة في جمعية عطاء، كنت معي من غازي عنتاب. تشهد أسعار القرطاسية واللوازم المدرسية غلاء فاحشا قبيل العام الدراسي الجديد في المناطق التي تسيطر عليها سلطة الأسد، في حين تشهد البلاد تدهورا في الاقتصاد وانهيارا في أسعار الصرف مقابل الدولار. التقرير والتفاصيل. ثقيلا يحل الموسم الدراسي الجديد على العائلة السورية في مناطق سلطة الأسد مع الارتفاع الكبير في أسعار القرطاسية وتآكل الرواتب مع الانهيار المتواصل في سعر صرف الليرة أمام الدولار. 3000 ليرة ثمنا للقلم الواحد، أما الحقيبة فتحتاج راتب الموظف لشهر كامل. الأسعار كتير فرقت، يعني كانت تقريبا بتكلف شنطة 50,000 وأقل، هلأ كتير يعني مبلغ ما بتحمله العائلة السورية أبدا. تقول ناشطة هبة إن العائلة لا تحتمل إطلاقا كلفة تجهيز الطالب، فكيف للعوائل التي فيها عدد أكبر من الطلاب أن تبدأ عامها الدراسي في وقت لا تستطيع فيه تأمين لقمة العيش؟
من سيء لأسوأ، هكذا هو الحال في مناطق سلطة الأسد التي لا تقدم شيئا للناس الذين يرزح أكثر من 90% منهم تحت خط الجوع. ارتفعت حالة الغرق في مياه نهر العاصي بريف إدلب الغربي هذا العام حتى بات كابوسا وهاجسا لدى السكان، فيما حض الدفاع المدني على اتخاذ تدابير السلامة لتجنب المزيد من حالات الغرق. المزيد في التقرير التالي. انت اطلع لفوق واتبع لنا. لا يدري الكثير من الأهالي خطورة السباحة في مياه نهر العاصي غربي إدلب، حيث أصبح كابوسا لكثرة حالات الغرق منذ مطلع العام الحالي. على الرغم من التحذيرات والتنبيهات التي أطلقها الدفاع المدني السوري مع انتشار فرق الإنقاذ والبحث المائي على ضفاف المسطحات المائية في المنطقة من بداية السنة الحالية وحتى تاريخ يوم أمس الأحد 20 آب، تلقت فرقنا الكثير من حالات الاستغاثة، قدرنا من خلالها ننقذ 48 شخص على قيد الحياة، وللأسف انتشلنا جسامين 29 شخص ماتوا غرقا بيناتهم 19 طفل. يقول الدفاع المدني أن أغلب المسطحات المائية المنتشرة في مناطق شمال غربي سوريا غير صالحة للسباحة بسبب برودة المياه وانتشار الأعشاب بقيعانها، ما يتسبب بحالات غرق مفاجئة بالإضافة إلى تفاوت عمق المياه بين منطقة وأخرى ووجود تيارات ودوامات مياه قوية قد تسبب تشنجات عضلية لدى السباح. والله سباحة ممتازة جدا، بس أما أنه لازم يحطوا يعني حماية، أنه حاطين هلق حماية خرطوم، بس لازم أنا يعني بقول أنه بيشددوا هاي الحماية، بيحطوا شيء مثلا عازل أو شيء تاني، يعني شيء ماكن، مشان يعني سمح الله إذا نزل طفل أهله ما انتبهوا عليه أو أخوه أو أمه أو كذا، يعني بيمسك فيه أو كذا. على الطرف أول مترين يعني ماشي حالة شغلة متر مترين، أما لجوا غميقة إيه، وبنصح أي شاب ما بيعرف يسبح لا يغمق لجوا، لما شاء الله تيار كتير قوي. بهدف الحد من حالات الغرق والاستجابة السريعة لكل نداءات الاستغاثة، أقامت فرق الإنقاذ المائي نقاطا متقدمة على ضفاف نهر العاصي، إضافة إلى التوعية بمخاطر السباحة ودور المدنيين في ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية العميقة واتخاذ تدابير الأمن والسلامة وكافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وأطفالهم من الغرق. تعتبر الأنهار والمسطحات المائية المتنفس الوحيد للأهالي شمال غربي سوريا، ولكنها تشكل خطرا على حياتهم كما يقول الدفاع المدني، منوها لاتخاذ تدابير جدية تحول دون وقوع حوادث غرق جديدة. جمعة أحمد حلب، اليوم ريف إدلب. ضمن نشاطاته المتواصلة، أقام تجمع لون الورد الدولي معرض فنون مبهرة في مدينة إسطنبول وبمشاركة 75 فنانا ما بين سوري وعربي. تحت شعار لون الورد وعلى ضفاف بحر مرمرة في مدينة إسطنبول التركية، انطلق معرض فنون مبهرة للفن والتعبير والثقافة، وذلك بمشاركة فنانين سوريين وعرب. افتتاح الموسم الثامن من تجمع لون الورد الدولي للثقافة والفنون في تركيا فنون مبحرة، وتم من خلاله الإبحار عبر سفينة عائمة عبر البوسفور بأجواء رائعة، أجواء ملفوفة بالمحبة والتآلف من الفنانين اللي لبوا دعوتنا وأجوا من بلدان بعيدة حتى يشاركونا. شارك في المعرض أكثر من 570 فنانا من جنسيات عربية عدة، منهم من حضر وعرض نتاجه، ومنهم من غاب وحضرت ريشته وفنه. حاول كل واحد من أصحاب هذه اللوحات أن يعبر بطريقته الخاصة عن الثقافة والتراث والتاريخ الذي ينتمي له. كشعب كامل طلع من سوريا من بعد حرب وظلم كبير، والواحد اضطر لأنه يكبت مشاعره ويكبت أحاسيسه ويكبت كل تفكيره. الواحد من بعد ما قدر أنه يطلع، صار الواحد بده لازم يعبر عن حاله بأي وسيلة كانت، إن كانت بموهبة إن كانت بأي طريقة، لحتى الواحد يفرجي صوته للعالم وللناس اللي برا. جينا كشعب فلسطين
لنضم صرختنا مع إخواننا بسوريا لنكون اليوم صوت وصورة لإنهن بالمعرض الدولي اللي هو فنون مبهرة. ففي شيء ولا أي حاجز بمنعنا إحنا كشعب فلسطيني وكشعب سوري إنه إحنا نلتقي، لأنه الفن دائما بجمعنا. تنوعت مواضيع اللوحات في المعرض، كذلك تنوع طابعها أيضا، بعضها اتسم بالكلاسيكية، البعض الآخر نحى طابعا معاصرا، اجتمعت كلها لتشكيل ما يشبه البانوراما التي تبرز التنوع الفني والحضاري لشعوب الوطن العربي. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtoday.tv.net. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير، إلى اللقاء.